كأحلامها تحلق هذه الكرة متجهة نحو هدفها، ذاهبة صوب أمنيات كثيرة لنبأ، أمنيات امتزجت بهذه اللعبة منذ كانت في السادسة من عمرها، لتطمح بأن تصبح أهم لاعبة مضرب في بلادها، أو قد تشرع بسفن الأخيلة إلى العالم أيضاً. بديت من 2003 إلى الآن، طبعاً تركت سنتين بسبب الأمور اللي موجودة بالاتحاد وعدم الالتزام بالفئات العمرية للنساء. بالنسبة للمعوقات والله إنه هواية، يعني راد إنه شرح هواية، بس راح أختصر لك إنه عدم الالتزام تدريب بالمنتخب، عدم صرف مستلزمات رياضية للمنتخب، إهمال قاعات ما تتوفر للمنتخب. على هذه المنضدة افترشت نبأ أدواتها وظلت تحاول، فالطريق نحو المجد ملغم بالعقبات، لكنها لم توقفها عن المشاركة بأكثر من 13 بطولة محلية وعربية ودولية. ومنذ 2003 وحتى اليوم خطت نبأ اسمها في صفوف لاعبي منتخب كرة المضرب للفتيات. من اللاعبات الذكيات اللي يعني بالتدريب شو تريدين منها تطبقها، ولاعبة يعني تفكر بوضعية وقفة الخصم وبحال لعب ماتها. الدعم بالعراق شوية ضعيف الصراحة للنساء، لأن النساء تعرف شوية هنا بالعراق مو دعم مثل الرجال، وعندنا قليل لاعبات، يعني مو مثل مجال مفتوح لاعبات هواية يشاركون، فهذا الدليل يعني عندنا قلة بالنساء لاعبات منتخب. خططت وحددت أهدافها، وما أن حان وقت التصويب أصابت. نبأ واحدة من فتيات كثر انخرطن في مجالات رياضية نسوية مثلن من خلالها العراق، لكنهن يحاربن في سبيل تأكيد وجودهن وإثبات حضورهن، ودعم العالم وتشجيعه لن يكفيهن وحده ما لم يلقين دعما فعليا لا معنويا في بلادهن. زينب المشاط، حديث بغداد، NBC العراق.